مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشأة صحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأة كبريات الصحف المحلية والدولية. يسعدنا أن يكون معنا اليوم المحلل السياسي الدكتور عبد المحسن الشمري. أهلا بك دكتور. يا هلا فيك أستاذة فاطمة، رحب فيك ورحب بالأخوان فريق العمل والمشاهدين خلف الشاشات. نعم، ونبدأ الآن معكم أبرز محطاتنا الصحفية من الصحف المحلية. نستهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة الأنباء، وفيها نقرأ سمو ولي العهد تقديم الدعم للشباب في شتى المجالات العلمية. سموه استقبل الاستشاري بجراحة العظام الدكتور مثنى سرطاوي وأشاد بإنجازه الطبي والجراحي. إذن دكتور عبد المحسن، ليس بغريب هذا الدعم الذي يقدمه سمو ولي العهد لكافة الكفاءات الشبابية في كافة المجالات، فكيف قرأتم الرسالة التي أراد سموه إيصالها للجميع؟ حقيقة الأمر سموه ليس بغريب على هذا الموضوع مثل ما تفضلت، وهي لافتة طيبة أمانة. هذه اللافتة الطيبة التي تكرم أبناء الوطن أتت من خلفية سمو ولي العهد عندما كان رئيس وزراء واهتم في فئة الشباب وفي أبناء الوطن والمبدعين منه صراحة، وبتوجيهات سمو الأمير. نعم. هي لتعزيز الثقة بالنفس سواء بالشباب أو تعزيز وتنمية المجتمع. بالتأكيد، وهذا إنجاز، هذا رأيي يعني، وهذا إنجاز نفخر فيه ككويتين بدون شك. دكتور عبد لو تبي تلاحظين في الفترة الأخيرة بدأ المبدعين وأصحاب الميداليات الأولمبية يبرزون بكثرة. نعم. هذا دليل أنه في تشجيع من القيادة لهذا العمل. نعم، ولما يأتي التشجيع من القيادة السياسية العليا شيء يعني بالفعل يعني يجبر النفس، يعطي دافع للآخرين، يعطيهم دافع للتقدم، يعطيهم دافع أنهم ينافسون هؤلاء الأبناء. نعم، وهذا ما عهدناه من القيادة السياسية بأنها دائما لله تشجع الإنجازات العلمية والثقافية التي يقوم لله بها الشعب بدون أدنى شك. أما جريدة الصباح فعنونت المشعان الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام عبر مشروعي قطاري دول مجلس التعاون وربط الكويت بالرياض في المملكة الشقيقة. توسعة خط الشحن البري إلى شمال البلاد حيث ميناء مبارك، ونسعى لترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديدية. بلا شك أن مشروع السكك الحديدية بين الكويت والرياض سيكون له عائد اقتصادي كبير على الدولتين، فكيف تنظر لهذا المشروع وحجمه وأيضا العائدات؟ بالنسبة لهذا المشروع حقيقة السكك الحديدية والتواصل، هذا كله هي مشاريع أعتقد تكملة لمشاريع سابقة، وهذه المشاريع أمانة يجب أن لا تتعطل، يجب أن تكون بوتيرة متسارعة وتخدم هذه المجتمعات. والسكك العديدية مع الرياض وربط ميناء مبارك والسكك العديدية هي تكملة للمشروع الاقتصادي الخليجي وللسوق المشترك، تعطينا تحفيز التشجيع، تحفيز الاستثمار، تقليل توقيت النقل، تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم. توفير فرص عمل. نعم. تقليل سلسلة الإمداد والتنقل بين خدمة مجتمعية اقتصادية سياسية أمنية، جميع هذه المراحل التي تقودنا إلى المركز، وزيادة فرص الاستثمار. أنا عندي معلومة أن في كثير من الشباب الكويتي الجدد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فاتحين بالرياض. نعم. وهذا شيء يعني يعزز موقفهم، لأنه ممكن يروح الصبح يرجع بالمساء.
واصلا اذا كان قطار التواصل شفت النقل شلون صاير. والرياض باتت دكتور عبد المحسن يعني بيئه جاذبه للاستثمارات الكويتيه والخليجيه على حد سواء، ولكن الان يعني مشروع الربط السككي بين دول مجلس التعاون الخليجي، يعني هذا المشروع طال انتظاره وطال الحديث عنه، يعني ان الاوان كما حضرتك ذكرت تسريع وتيره العمل فيه دون أدنى شك. يجب أن تتم تسريع الوتيرة مالة العمل، يجب أن نشترك كلنا حتى المواطنين يشتركون بمثل هذه المشاريع. نعم. ممكن عن طريق شركات مساهمة، عن طريق التأخير ليس في صالحنا بالتأكيد، ونتمنى بالفعل يعني. وأتمنى بالفعل مثل هذه المشاريع أن تنور قريبا. وحول ملف صيانة الطرق عنونت جريدة الرأي ضوء أخضر من المحاسبة لصيانة الطرق، توقيع العقود هذا الشهر والتنفيذ يبدأ منتصف نوفمبر. وفي تفاصيل الخبر ذكرت الرأي أن ديوان المحاسبة أعطى الضوء الأخضر لوزارة الأشغال العامة للبدء في تنفيذ صيانة الطرق بعدما وافق لها على التعاقد مع شركات التي تمت ترسية ممارسات إصلاح الطرق 18 عليها، والتي أوصلت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وتضيف الرأي أن الوزارة ستقوم بتوقيع العقود مع الشركات الفائزة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تباشر الشركات أعمالها في صيانة الطرق في منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير. وإلى جريدة السياسة نقرأ هذا الخبر، الإطفاء والبلدية تتفقان على تطوير سوق المباركية مع المحافظة على مكانته التاريخية. تفصيلا تقول السياسة أن رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي تفقد برفقة نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع المشاريع المهندسة ميساء بوشهري صباح أمس أسواق المباركية. وذكرت قوة الإطفاء أن هذه الجولة تأتي ضمن التعاون المشترك مع بلدية الكويت، وتم خلالها الاطلاع على الإجراءات والاحتياجات التي تساعد وتساهم في تطوير السوق مع المحافظة على مكانته التاريخية. ومن جريدة الجريدة نطالع هذا الخبر، السكنية 32,157 شهادة بناء في ثلاث مشروعات. وفي التفاصيل كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن تقديم المؤسسة 42,217 خدمة للمواطنين خلال سبتمبر الماضي، منها خدمات إلكترونية قدمت من خلال تطبيق سهل الحكومي والموقع الإلكتروني للمؤسسة. وأشار الرويح إلى أن إجمالي عدد طلبات التخصيص لمشروع جنوب سعد العبدالله بلغ 4512 طلبا لأصحاب الطلبات المسجلة حتى يونيو 2007. وفي خبر أخير نطالعه من جريدة القبس، موقعان في مناطق التخييم للاحتفالات الوطنية. وفي التفاصيل طلبت وزارة الإعلام تخصيص موقعين ضمن مواقع المخيمات في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وذلك لاستغلالهما في إقامة فعاليات وأنشطة خاصة بالاحتفال في الأعياد والمناسبات الوطنية للكويت خلال شهر فبراير 2025. وقالت الوزارة في خطاب وجهته إلى البلدية إن الطلب يأتي في إطار استعدادات اللجنة الدائمة للاحتفال في الأعياد والمناسبات الوطنية نظرا لما تمثل هذه المناسبة من أهمية لترسيخ الولاء والانتماء الوطني. أما الآن ننتقل إلى قراءة في أبرز المنشطات العربية والعالمية. وفي تحليل لأبرز منشطات الصحف العربية والغربية نقرأ في القدس العربي، استمرار الإبادة في شمال غزة، عشرة الشهداء تتناثر جثامينهم في شوارع وأزقة جباليا. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي أن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قال أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر في محافظات الشمال،
قتل فيها أكثر من 300 شخص منذ 9 أيام خلال هجوم بري وإبادة متواصلة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يسعى لإسقاط المنظومة الصحية وتحويل شمال القطاع إلى منطقة خراب ودمار شامل. للأسف يعني تستمر آلة الحرب الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة. الآن نتنياهو يتحول يعني كما ذكرنا في الخبر بالشمال والجنوب. كيف ممكن أن نحلل هذا الوضع؟ وهل باستطاعة الجيش الإسرائيلي مواصلة هذه الحروب وتصعيد الصراع، خاصة أن يقال أن بالفعل الجيش الإسرائيلي منهك؟ أول شيء هي ما حرب، احنا ما نقدر نسميها حرب، لأن الحرب تحتاج طرفين متكافئين يقومون بهذه العملية. ما يحدث في الشمال في غزة وخاصة في الشمال هي عبادة جماعية بكل ما تعني الكلمة من إبادة وإجرام وحشي. اتفق. وما يحدث في جنوب لبنان هو أيضا إبادة. لو قلنا أنهم يحاربون عسكر ممكن نقول حرب، بس هذه إبادة. فمن يوقف هذه الآلة العسكرية المتوفوغة بطرف واحد وعدم وجود الردود عليه؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، فشل نتنياهو بإيجاد أي انتصار يحسب له، لأنه يواجه مأزق داخلي في حال وقوف هذه الإبادات التي يبحث فيها عن انتصار. إذا وقفت سيتعرض إلى محاكمات، وتعرض إلى دمار، ويتعرض إلى تحويل نيابة، ويتعرض سياسيا إلى خطر هو وجميع الأطراف المتحالفة معه. لذلك ما هي حرب، هذه إبادة، إبادة وتدمير ووحشية. الحرب عندما يكون هناك طرفين متحاربين متكافئين. ولكن دكتور عبد المحسن، ألا ترى أن هذا الكيان الصهيوني يتقدم في هذه الحرب؟ يتمادى بهذه الإبادة بدعم الدول الكبرى له، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه. نعم. ودول الغرب يدعمونه، وصمت رهيب من المنظمات الدولية بجميع أنواعها. إذن ألم يعي الطرف الآخر بقوة هذا الكيان بدعمه الغربي؟ وهم يعرفون لماذا دخل في هذه المخاطرة إذا كان الثمن سيكون غاليا؟ هم يعلمون علم اليقين بأن ليس هناك طرف آخر للحرب، والكل صامت إلا من بعض الصواريخ التي لا تأتي بنتيجتها. نعم. أو من بعض القتل. يقاومون، يجاهدون، ولكن ما يوصلون إلى كمية الدمار اللي قاعد تسبب لها لهم هذا الكيان للأسف الشديد. نعم. شيء عظيم جدا، هذه الإنسانية على المحك، منظمات الدولية على المحك، مجلس الأمن على المحك. وهذا اللي خلينا نلتفت إلى الداخل ونعمل أمن داخلي لنا احنا كقومية عربية إسلامية، أيا كان المسمى يجب أن نحافظ على أنفسنا. بالتأكيد. الصمت أمام هذا القتل والإبادة والتدمير هو صمت صراحة ليس في محله. بالتأكيد. ولكن يعني هذا ما قدر لغزة، بأن تقاتل العالم لوحدها في ظل صمت وتخاذل عربي ودولي لنقول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة الأمر، في واشنطن بوست نقرأ الولايات المتحدة سترسل نظاما مضادا للصواريخ إلى إسرائيل. نتنياهو يطلب من قوات الأمم المتحدة مغادرة أجزاء من لبنان. قالت صحيفة واشنطن بوست إن البنتاغون أعلن أنه سيرسل نظام ثاد المضاد للصواريخ إلى إسرائيل بعد وابل الصواريخ الإيرانية هذا الشهر، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة من إجلاء قوات حفظ السلام التابعة لها من مناطق القتال في جنوب لبنان، بعد أن قالت مجموعة الأمم المتحدة إن جنودا إسرائيليين دخلوا عنوى موقعنا. نتنياهو أوضح أن قوات حفظ السلام كانت في منطقة الخطر بعد إصابة العديد منهم في الضربات الإسرائيلية أواخر الأسبوع الماضي. سيتمادى هذا الكيان بلا شك،
طالما هناك كما ذكرنا قبل قليل صمت دولي، وأيضا الولايات المتحدة تقف مع هذا الكيان في كل ما يقوله وفي كل ما يفعله، ولكن هل ممكن أن تتغير السياسة الأمريكية بعد الانتخابات الأمريكية، وبالتالي ترى أن نتنياهو أحدث خسائر كثيرة، قام بتصعيد سياسي وحربي في المنطقة؟ جميع الأطراف حقيقة الأمر ممتعضة ومستاءة من تصرفات نتنياهو، جميع الأطراف ممتعضة، ولكن ما فائدة هذا الامتعاض؟ لا فائدة إذا لم يوقف، إذا لم يوقف هذا الضرب، لا فائدة إذا لم توقف هذه الإبادة. أما ما هي، هل هناك تغير بالسياسة في الانتخابات؟ لا يوجد أي تغيير. خلينا نقيس على ذلك جميع رؤساء أمريكا، جميع برلمانات أمريكا، هل تغيرت السياسة؟ بل هو دعم، بل هو دعم ودعم ودعم كبير مبدئي. نعم. ولسببين، سببين رئيسيين. السبب الأول أن وجود هذا الكيان في المنطقة العربية هو قاعدة عسكرية بحجم دولة وهم يستفيدون منها. الثاني تأثير اللوبي اليهودي داخل أمريكا، فأي رئيس يجي أو حكومة تجي ما لها علاقة في هالجانب هذا تدعم لأنه هو أحد ركائز السياسة الخارجية الأمريكية وجود هذا الكيان. نعم، وبالتالي سيستمر هذا الكيان، لأن نكاد نشك دكتور عبد المحسن، يعني من يتحكم الآن في العالم؟ لا تشك، هل هي الولايات المتحدة أم هي إسرائيل؟ لا تشكين في من يتحكم في العالم. اللي يتحكم في العالم القيادة الأمريكية ممثلة الجميع قد يستغرب من هذا الكلام، هي مصلحة الضرائب الأمريكية التي أعلى من FBI أصلا، وهذه المصلحة هي بسيطرة يهودية كاملة، وهذا اللي قاعد يدير المشهد الآن، مش المشهد الأمريكي فقط، يدير المشهد العالمي كله. ورجعوا له شيكوا عليه تجدونها، إذا فقدت أثر أحد، إذا فقدت FBI شخص يسألون مصلحة الضرائب الأمريكية طلعون. نعم، وهذا ما يفسر يعني الدعم الأمريكي ما راح يستغنون عنه أصلا، ما راح يستغنون عن هذا الكيان للأسف الشديد في المراحل الحالية. نعم، ما راح يستغنون عنه. الولايات المتحدة كانت صريحة في هذا في هذا الشأن، وقالت صراحة نحن ندعم إسرائيل في كل ما تقوم به وبكل ما تفعله، وهذا الواقع الذي يجب أن نتعامل معه بالتأكيد من الآخر. أما صحيفة اليوم السابع فقد عنونت مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 40 آخرين في هجوم على حيفا بالمسيرات. نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن 3 أشخاص قتلوا، وإن عدد المصابين في الهجوم المسير على حيفا ارتفع إلى 40 شخصا بينهم حالات إصابة حرجة للغاية. وأضافت الصحيفة أن هجوم بنيامينا وقع بمسيرة أطلقها حزب الله، وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب، مضيفة أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة. صحيفة يني شفق تعنون جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم موقعا لقوة حفظ السلام جنوب لبنان، حيث قالت الصحيفة التركية أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم موقعا للقوة الأممية في بلدة راميا جنوب لبنان، مضيفة أن الإسرائيلي قامتا بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة. إذن هي عملية نوعية في حيفا لنقل، وأزمة إسرائيلية أممية. هل ممكن أن تتخلص أو يتم التخلص من بنيامين نتنياهو في المراحل المقبلة، خاصة في ظل هذه العشوائية في الدمار والخراب الذي يحدثه هذا الكيان؟ لا أعتقد يبون يتخلصوا منه حقيقة، لا أعتقد أنهم تخلصوا. طيب خلينا نأخذها من جانب آخر أستاذ فاطمة، وإذا تخلصوا منه ما هي النتيجة؟ لنفرض هو فعلا تسبب عبء على جميع من يدعمه، سواء بالإقليم أو في المجتمع الدولي، سبب عبءه عليه، سبب إحراج لهم، وسبب مضايقات لهم، خاصة أنه رافض للمفاوضات وللتسوية ولأي حلول سلمية. أستاذ فاطمة، هو سبب مأزق للداخل الإسرائيلي
تهجير أهل الشمال الفلسطيني إلى الداخل. نعم. الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية بالمليارات، كثير من الأمور، لكن هل يستقنون؟ لا. إذا خلينا نفكر تفكير آخر، لنفرض أنهم تخلصوا مني، وأنا متوقع أنه يقتال نفس ما قتاله رئيس وزراء إسرائيل في السابق، لأن هذاك وقع الكامب ديفيد اقتاله، أتوقع أنه يقتال من قبل الإسرائيليين من كثر حجم المظاهرات في الداخل الإسرائيلي، بس مش قادرين يتخلصون منه لأن في خلل استراتيجي أمني على الداخل الإسرائيلي والمأزق الداخل الإسرائيلي، هو سبب مأزق كبير ترى، وما راح يتخلصون منه بكل سهولة. ولا أتوقع دكتور أن يتم التخلص منه، هو يصول ويجول، هو ذهب إلى نيويورك وإلى الأمم المتحدة ولم يتم اغتياله ولا حتى يعني التحدث معه في شأن الفلسطيني. بالتأكيد يعني الجميع وقف يصفق له على ما قاله، فلا فأي تخلص يقصد فيه في هذه الناحية؟ الورقة لم تنتهي. لا لم تنتهي، عمله لم ينتهي لحد الآن في مجال. وفي موضوع آخر وفي الملف الروسي الأوكراني، روسيا تطالب بالسيطرة على قرية جديدة بالقرب من بوكروفسك، حيث قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الجيش الروسي أعلن أنه سيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا بالقرب من بلدة بوكروفسك الاستراتيجية، وهي المنطقة التي تتقدم فيها قواته بسرعة منذ عدة أسابيع، مضيفة أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أنها استولت على قرية هناك والتي تعرضت لأضرار بالغة نتيجة أشهر من القصف الروسي وفر غالبية سكانها. وتشكل بوكروفسك مركزا لوجستيا رئيسيا للجيش الأوكراني وموطنا للمنجم الوحيد الخاضع للسيطرة الأوكرانية، والذي ينتج فحم الكوك الضروري لصناعة الفولاذ. صحيفة عمان تعنون موسكو تتقدم في العمق الأوكراني، وزيلينسكي يحث الغرب على تقديم مساعدات سريعة، حيث قالت صحيفة عمان العمانية إن رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حث الشركاء الغربيين مجددا على تقديم مساعدات سريعة للمساعدة في محاربة التدخل الروسي في أعقاب زيارته الخاطفة إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. صحيفة لوتون تعنون فلوديمير زيلينسكي لا يكل ولكنه ليس معصوما من الخطأ. قالت صحيفة لوتون السويسرية إن الرئيس فلوديمير زيلينسكي عاد خالي الوفاض من جولته الأوروبية، ولا أحد يلومه في أوكرانيا بعد أن زار العواصم نهاية الأسبوع الماضي، فيما كان من المقرر أن ينتهي هذا الماراثون الدبلوماسي يوم السبت باجتماع مجموعة رامشتاين التي تجمع الدعم الغربي لأوكرانيا، والذي تم تأجيله في نهاية المطاف في غياب جو بايدن. إذن زيلينسكي يستنجد بأوروبا وهي التي أصلا غارقة في أزماتها، هل هذا الإصرار على المساعدات الغربية التي تبدو غير كافية لحسم الحرب ضد موسكو؟ هم يساعدون علشان يستنزف روسيا وليس لكي ينتصر عليها. نعم، احنا نعطيك بس نعطيك على قد اللي انت تقاوم روسيا، بس انك انت تقضي على روسيا او تطرد روسيا من اوكرانيا لا ما نعطيك. لم يتحقق لحد الان الهدف الاوروبي الامريكي من استنزاف روسيا في اوكرانيا. عندما يتحقق هذا الهدف تبدا تحل هذه المشاكل. نعم. ولكن لا تزال امريكا واوروبا تريد إضعاف عن طريق أوكرانيا. ألا يعني أوكرانيا هذه الفكرة؟ هذه الفكرة الرئيسية في الموضوع كاملا من ابتدأ إلى اليوم. ولكن موقع الآن من هو في موقع القوة، أوكرانيا أم روسيا؟ روسيا، لأن لم يصلوا إلى استنزاف روسيا، ولا تزال روسيا تحتل وتقاوم وتعمل بعض العمليات العسكرية الواضحة الهدف من وراها استدراج أوروبا إلى أوكرانيا. إذن سيطول أمد هذه الحرب إلى أن يتم تحقيق أهدافه وهي استنزاف روسيا. عموما هي جزء
من مشاكل العالم، هي جزء من المشكلة اللي موجودة في الشرق الأوسط، جزء من المشكلة اللي موجودة في أوروبا، جزء من المشكلة اللي موجودة في بحر جنوب الصين. نعم. هذا المخاض هو لخروج مجتمع متعدد الأقطاب، هذا كله صراع يجب أن لا ننأى، يعني ما في جزء عن جزء آخر. بالتأكيد. أما الآن مشاهدينا قراءة في مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية تحت عنوان مخاطر الأخبار الكاذبة والشائعات بعصر التقنيات الرقمية للكاتبة عائشة المري. جاء فيه أن التقنيات الحديثة أسهمت في عملية خلق ونقل المحتوى التقني المعلوماتي والأخبار، ومكنت الجميع دون استثناء من خلق المحتوى الإعلامي ونشره، وبقدر ما وفرته تلك التقنيات من خدمة عظيمة للأفراد والمؤسسات الرشيدة والمسؤولة، بقدر ما أسهمت في الجانب الآخر بتهديد الأمن والاستقرار للدول والمجتمعات. لقد تنبه المجتمع الدولي لمخاطر تقنيات الاتصالات الرقمية وتهديداتها مبكرا، وعمل على وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بمحاربتها والحد منها، كما سعى إلى تعزيز سبل الوقاية والحماية من الآثار السلبية والمدمرة التي ترتبط بالممارسات السلبية لتقنيات الاتصالات الحديثة. وفي المطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائما حريصة على التواصل السريع والفاعل مع المجتمع، مؤكدة أهمية التواصل مع المؤسسات الإعلامية الرسمية للاستعلام أو لتلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والمؤكدة. إلى الكاريكاتير. كاريكاتير اليوم من صحيفة القدس العربي برسم تعبيري عن الحرب في غزة وأيضا لبنان. أنا ما أدري إذا أنا قريت الكاريكاتير صح، هو معناها تعب هذه الآلة العسكرية أمام الجنوب اللبناني وغزة. إذا كان هو يقصد هذا الشيء حقيقة الأمر، فهذا الكلام أنا أرى أنه غير صحيح. لا تزال هذه الآلة قوية، لا تزال هذه الآلة تبيد الناس، وما يحدث الآن في شمال غزة من حصار ودمار وضرب سنسمع خلال أسبوع، سنسمع الوفيات ليست بالطلقات ولا بالقصف، سنسمع بالمجاعة والمرض والإنهاك. ومن خلال هذه المنصة الكريمة، منصة تلفزيون الكويت، أدعو جميع الناس للدعاء إلى أهل غزة وشمال غزة. نعم. بالسلامة والأمن والحفظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وهذا بالفعل يعني ما نحتاجه الآن، يعني وهذا أضعف الإيمان. صحيح. ولكن نسأل الله أن يعم السلام والأمن والاستقرار. آمين. في منطقتنا العربية والإسلامية، وأن بالفعل يكون الله في عون أهلنا في غزة وفي لبنان، لأنها شعوب مقاومة تستحق أن تعيش حياة كريمة، خاصة وأنها تدافع عن أرضها ولا تملك غير الأرض، ولا يوجد أغلى من الأوطان. دكتور عبد المحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم دكتور عبد المحسن، شكرا لوجودك معي. شكرا لك ولفريق العمل، وأتمنى أن فت واستفدت الأخوة المشاهدين. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم منشأة الصحافة. نلقاكم غدا، إلى اللقاء.